السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. كاملين بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم شهيوه زوينه سهله اقتصاديه، اليوم قريشلات او بويوس كيجيو زوينين مفشفشين غزالين ما شاء الله. انا متاكده الا جربتهم دائما تبقاو توجدوهم للوليدات ديالكم، راهم الاروع ما يكون، راهم ساهلين ودقيه كيوجدوا، ما فيهم لا دليك لا حتى حاجه لا تماره، وتبارك الله كيجيو كما كتشوفوا قطنيين غزالين. المقادير راهم ساهلين وبساطين. غنبدا بسم الله. عندي هنا جوج كيسان ديال الحليب، حليب دافي، كاس تاني، عندي قبيصة ديال الملح، عندي جوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عندي هنا معلقه كبيره ديال النافع حبه حلاوه مطحونين، عندي هنا شويه الشنجلان على حسب الذوق، عندي شصيه الفاني، عندي نص كاس ديال سكر سنيده، عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، وصافي وغنخلط الكل مع بعضه. من بعد ما خلطت الكل مع بعضه، عندي هنا نص كاس ديال الزيت، نعمل غير ربع ديالو وربع نخليه حتى الاخر حتى نجمع العجينه عاد نزيدو. صافي دابا غادي نخلط بالفوي وغادي نضيف الدقيق. هنا درت خماره الحلوه، وصافي وغنعجن العجينه مزيان، ندلكها واحد شويه غير واحد 3 دقائق. صافي هنا بعد ما دلكت العجينه واحد شويه، غادي نزيد هذاك شويه ديال الزيت اللي بقالي. صافي هنا بعد ما ساليت العجينه ديالي، غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها تخمر واحد نص ساعه. العجينه تبارك الله هي خمرات، خليتها نص ساعه غطيتها وخليتها خمرات، تبارك الله راه خمرات طلعت بزاف. دابا غنحاول نهبطها شويه، ما غاديش نهبطها بزاف كما كتشوفوا، تبارك الله راه خمرات، نهبطها غير شي شويه ونبدا نشكل الكويرات ونعملهم في اللاطه. انا هنا رجبت اللاطه، عملت فيها ورق الزبده، غادي نبدا نشكل الكويرات ديالي. انا راه عملتهم صغيرين وهكاك راه كبروا تبارك الله بزاف، حاولوا ديرهم صغر من هكا بزاف، ديروا غير النص ديال هادي اللي درت انا، راهم كيتنفخوا بزاف وكيجيو ما شاء الله كبار.
بعد ما شكلت الكويرات ديالي كاملين ديال القريشلات، غادي ندهنهم دابا بصفار بيض وقطيره د الحليب، ندهنهم كاملين بهم مزيان. من بعد ما دهنت القريشلات ديالي غنزيد نزينهم دابا بشويه ديال الزنجلان البيض. بالنسبه للتزيين يمكن لكم تزينوه بشمر. بالنسبه لهادو زينتهم بشويه ديال البافو من الفوق، وحتى الاخرين حتى هادو درت فوق منهم شويه ديال البافو، راه خليتهم خمروا واحد 10 دقائق على ما سخن الفران على ما شعلت الفران. راه تبارك الله خمروا، شوفي كيجيو خامرين، وندخلهم يطيبوا. هما دوك القريشلات ديالي بعد ما طابوا راه تبارك الله كيجيو زوينين وكبارين. جاوني انا هانتوما كتشوفوا في الهزات ديال الدراجه وكبيبرين وكيجيو مفشفشين وزوينين. كنتمنى تجربوهم. الفيديو ديالي هنا وصل الاخر ديالو، ما تنساوش تدعموني اكثر ونتلقاو في فيديو جديد.